قال رحمه الله: ما ذكر في الحجامة أي أنها دواء نافع ومفيد للعباد من أسقام وأمراض كثيرة، وفيها تنقية للبدن وتنظيف له من السموم المضرة به، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل ما تداويتم به أو من أمثل دوائكم. فالحجامة دواء، وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها شرطة محجم، شرطة محجم. فالحجامة نافعة وتكون في مواضع من البدن بحسب الحاجة، بحسب الحاجة إليها. بدأ بهذا الحديث أن أنسا رضي الله عنه سئل عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فرفعوا عنه من خراجه. قصد أنس رضي الله عنه بذلك بيان أن كسبه مباح ليس حراما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كسب الحجام خبيث، ليس المراد بالخبث هنا أنه محرم وأنه لا يجوز، لأنه لو كان محرما وكسبا لا يحل لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرا. فكونه عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجرا هذا دليل على أنه ليس كسبا حراما. ويكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث أي رديء، وليس معناه أي محرم، بل المراد أنه من المكاسب الرديئة غير الجيدة، كما في الآية الكريمة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث الرديء من المال، فهذا شأنها. أما الكسب من حيث هو فهو حلال وليس بحرام، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرا كما احتج لذلك بذلك أنس رضي الله عنه عندما سئل عن حكم كسب الحجام. وقوله: وكلم أهله، المراد بأهله أي مواليه وهم بنو حارثة، فرفعوا عنه من خراجه أي خففوا عنه. وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يتداوى بالحجامة، قد جاء عنه أحاديث عديدة في تداويه بها من أمراض متنوعة كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها ونوع في تبويبها المصنف رحمه الله تعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثا لم يعطه، ولو علمه خبيثا أي محرما لم يعطه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعين على الحرام. فكونه عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجرا هذا دليل على أن كسب الحجام ليس محرما. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه
أن مر أمتك بالحجامة، وفي بعضها أنهم حثوا النبي صلى الله عليه وسلم على التداوي بالحجامة، إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة، أي حثهم على الحجامة والعناية بها. وإسناد هذا الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي ضعيف، لكن قوي الحديث بالشواهد. قال رحمه الله: الحجامة في الرأس. شرع رحمه الله تعالى في تنويع مواطن الحجامة من البدن مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحجامة في الرأس، الحجامة في الكاهل والأخدعين، الحجامة على ظهر القدم، وذكر في ذلك أحاديث. أما الحجامة في الرأس فهي تنفع نفعا عظيما في أمراض الرأس وأجزائه مثل العين والأذن والأنف ونحو ذلك. قوله في هذا الحديث: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل. لحي جمل هذا موطن بين مكة والمدينة، أي في ذلك المكان، في ذلك الموطن احتجم على رأسه وهو محرم، فهذا فيه أن الحجامة على الرأس وأن فيها نفع إذا احتيج إليها لشكاية أو وجع يتعلق بالرأس. قال عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي عليه الصلاة والسلام في اليافوخ. اليافوخ ملتقى عظم مقدم الرأس مع عظم مؤخره، هو أعلى الرأس يقال له اليافوخ، وموطن يكون في, 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 في الطفل الصغير لين جدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، زوجوا أبا هند، أي إذا نكح إليكم طلب منكم أن تنكحوه، وانكحوا إلي، أي اخطبوا إليه بناته. والمعنى: لا تخرجوه منكم للحجامة أو بسبب الحجامة وسبب الكسب، فإن هذا لا يرد ولا يجب رد إنكاحه أو النكاح من بناته. ثم قال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة، إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة، أي فهي الحجامة. وهذا فيها تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام على نفع الحجامة وعظيم فائدتها في كل موطن بحسب الحاجة إليه. فأوجاع الرأس لها موطنها من الحجامة في الرأس، وأوجاع الصدر والكاهل لها موطنها، والقدم ونحو ذلك. ثم أورد هذا الحديث عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم. هذا في حث النبي صلى الله عليه وسلم على العلاج بالحجامة لأوجاع الرأس، فجاء عنه الحث على ذلك، وجاء أيضا عنه فعل ذلك كما تقدم معنا في حديث ابن عباس في الترجمة التي قبله: ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما، أي الرجلين، أي بالحنة. وهذا فيها أن خضاب الرجلين بالحنة نافع في أوجاع الرجلين وآلامها، ويكون الخضاب هنا لخضاب الرجلين بالحنة مداواة للوجع الذي بهما،
فلا يكون استعماله إلا لذلك، إلا لامتصاص الآلام أو الأوجاع التي تكون في القدم. قال رحمه الله: الحجامة على الكاهل والأخدعين. قال: الحجامة على الكاهل والأخدعين. وأورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين والكاهل. والأخدعان عرقان في جانبي العنق، وهذا النوع من الحجامة ينفع في أمراض الرأس والوجه والعينين والأذنين ونحو ذلك من أجزاء الرأس. والكاهل هو ما بين الكتفين وهو أعلى الظهر، وهذه تنفع من أوجاع المنكب وأوجاع الحلق، فتفيد في ذلك فائدة عظيمة. قال رحمه الله: الاحتجام بين الكتفين. قال: الاحتجام بين الكتفين. الاحتجام بين الكتفين، ما بين الكتفين هو الكاهل الذي تقدم معنا في حديث أنس، قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين والكاهل. الكاهل هو ما بين الكتفين وهو أعلى الظهر، فيدل لهذه الترجمة الاحتجام بين الكتفين الحديث الذي تقدم في الباب الذي قبله. وهذا الحديث حديث أبي كبشة الأنماري إسناده ضعيف. قال: من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء، يعني يكفيه هذا عن أي علاج ويغنيه عن الاستشفاء بأي علاج، فيه كفاية له. لكن الحديث ضعيف. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم بين كتفيه، هذه الجملة هذه ثابتة لأن لها شواهد، ولهذا الألباني رحمه الله ضعف الحديث وقال غير هذه الجملة أي بين كتفيه فلها شاهد، لها شاهد. ومما يشهد لها كما تقدم معنا الحديث الذي في الترجمة السابقة. قال رحمه الله: الاحتجام في ظاهر القدم. قال: الاحتجام على ظهر القدم أي سطح القدم وأعلى، وهذه أيضا نافعة في أوجاع القدم. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر قدميه من وجع كان به، من وجع كان به. فهذا فيه فائدة الحجامة في هذا الموطن إذا احتاج إليها الإنسان من ألم أو وجع في قدمه. ثم أورد رحمه الله حديث جابر وذكر لفظين لهذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من وث كان به. الوث وجع يصيب العظم من غير كسر أو يصيب اللحم ويؤلمه، ولعله والله تعالى أعلم ما يعرف بالكدمة أو الرضة التي لا يكون فيها كسر للعظم ولكن فيها وجع وألم. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجم قيل على وركه كما جاء في بعض روايات الحديث، روايات الحديث عند أبي داود قال احتجم على وركه من وث إن كان به وهو محرم. ولفظه عند أحمد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم من ألم. ألم هذه مفسرة لقوله في اللفظ الذي قبله وث إن كان به، أي ألم كان بوركه أو بظهره على الشك من الراوي.
الحاصل أن الحجامة تنفع في القدم أو الورك أو غير ذلك مواطن الجسم إذا كان هناك ألم مثل من 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 كدمة أو ضربة أصابت وتجمع الدم وصار موضعا مؤلما موجعا للإنسان، فإن الحجامة تنفع في مثل هذا. قال رحمه الله: الحجامة للنساء. الحجامة للنساء أي أنها جائزة ومباحة إذا احتاجت المرأة للحجامة. وأورد حديث جابر رضي الله عنه أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، فأفاد ذلك أن الحجامة مباحة للمرأة وجائزة إذا كانت محتاجة إليها. والمرأة لا يحجمها إلا امرأة، لكن إذا اضطرت واشتد بها الأمر واحتاجت ولم تجد إلا رجلا فإنها تفعل ذلك للضرورة، تفعل ذلك للضرورة، وإلا المرأة لا يقوم بحجامتها إلا امرأة. والله أعلم. قال رحمه الله: ذكر أي يوم يستحب فيه الحجامة. قال: ذكر أي يوم يستحب فيه الحجامة، وذكر حديث أبي هريرة وحديث أبي أنس وحديث أنس. حديث أبي هريرة فيها ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجام في هذه الأيام الثلاثة 17 و19 و21، أي من أيام الشهر الهجري، وأنها في هذه الأوقات نافعة جدا، نافعة جدا. وقال: كان من احتجم ل17 و19 و21 كان شفاء من كل داء. ففيها أن هذه الأوقات الثلاثة أو الأيام الثلاثة 17 و19 و21 نافعة جدا اختيار هذا الوقت. وأيضا فعل ذلك كما في حديث أنس، كان يحتجم ل17 و19 و21. قال الإمام القيم: وهذا موافق لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني أي من الشهر أنفع من أوله وآخره. ثم قال رحمه الله: وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر أو آخره. فإذا كان هناك حاجة لها سبب غلبة الدم فإنه يحتجم في أي وقت من الشهر، لكن هذه الأوقات الثلاثة هي خير أوقات الحجامة وأفضلها وأنفعها. قال رحمه الله: كراهية الحجامة يوم الثلاثاء. ثم ختم رحمه الله الحديث التي تتعلق بالحجامة بهذه الترجمة: كراهية الحجامة يوم الثلاثاء، كراهية الحجامة يوم الثلاثاء. وهذا لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ساقه في إسناده هذه المرأة كبشة أو كيسة مجهولة الحال، فالحديث ضعيف بسببها، وهو ثابت وهو غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومعنى لا يرقى الدم أي لا ينقطع النزيف، أي إذا كانت الحجامة في ذلك اليوم أنه يوم دم. لكن كما عرفنا الحديث لم يثبت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.